والسلام عليكم. الحلقة الرابعة. مدير المطار: يا مدير ارحمني يا مدير. يقول: فعندنا مشكلة، ما كان يدق لك، سيفت اللعبة و رديت شغلتها واشتغل عادي، فما اقدر احط اي طيارة هنا، لازم احطي باكر. هاي عندي 3 ايام، لان اظني هذا اليوم الاول حسبوه خلاص. ف حطي طيارة الساعة 5، خلنا نشوف. اروح احط طيارة الوسط، طيب ولا وايد وقت لين ينزل. بعدها 20 دقيقة، بعدها بعد ب20 دقيقة، هاي الساعة كم بيوصل؟ الساعة 9. اوكي، 10 دقايق يمكن يكفي. حطي طيارة ميديوم ثانية. شوفوا الحين لازم احشي طيارات الميديوم لانه ما عندي وقت. هاي الساعة كم بينزل؟ 9:29. طيارة اللي عقبها، هاي الساعة كم بينزل؟ 1:30. 1:40. طيارة اللي عقبها، هذا كم؟ 17:40. بنعطيه مجال. اوكي، لا بيكفي، بيكفي المطار، بيكفي اظني. حطي سي الام، خلني احطي سويفتي. سويفتلي سويفتلي صديقنا سويفت، سويفتلي ميديوم. بحطي شو اسمه سكاي لينك. 20:35، ربع ساعة. 35:50 و50 و50، 10:10. اوكي كونفير. خلنا ننوع. سي ال ام وين؟ عند 4 طيارات. هذا 1:35، 13:40، يعني الساعة 4 الساعة 2، 14 يعني 2:30، وعقبها 2:40. لا ما ابى اضيق عليهم. ذا ليش عندي مطار فاضي؟ سؤال. هذا وربع وهذا 40، يوم الاربعاء. هذا بيكون جدول فل، يعني سوبر فل بيكون الجدول. هاي السمول، سوري سكاي لينك، هاي وين سوفتري ميديوم، هذا الميديوم ساعة 9، وخلي 20 دقيقة بينهم. شو هالترتيب الحين؟ لازم ترتيب حي ولا بني بالعيد. آخر واحد خلى مسافة مرتاح. يوم الخميس بعدني في الكونتراكت، بعدني في الكونتراكت الحمد لله. زين سويفتلي، هاي طيارة، هاي 35:45 بنزل طيارة، وبعدها ما بسويهم الترتيب. 9:30 بنزل طيارة، بعدها 9 وكم هذا بيوصل؟ 1:15. أهم شيء ما نزل في نفس الوقت، لا بيكون اوكي في ربع ساعة بين هذا وهذا. خلنا نشوف كونتراكت ثاني، شو رأيكم؟ لأن عندنا أماكن طيارات فاضية، دام عندنا أماكن طيارات فاضية أمورنا طيبة. في 15 مليون، لا ما أبى 10 طيارات أقدر أسوي ميديم، أكثر صعب. 10 طيارات خلاص أوريدي عندي ميديم. الحين قام يطلع لي كله ميديم، ها المشكلة أبغى سمول. على أساس أحط السمول 6 لايت 4 ميديم، أروم أحطي 4 طيارات في رابع يوم. أروم أحطي 4 بنغامر. أوكي وقع، خلنا نشوف. شي عندنا بس لايت، ندور عقود بس طيارات صغيرة، لأن طيارات كبيرة معناه يعني ما عندي باركن حقهم. هذا 7 لايت. أوكي، ما أتمنى التشيكن ما لي يكفي. التشيكن ديسك مصيبة، 2 دايز ما أقدر أسويه.
هذا ما اقدر اسويه. الحين خلنا نرجع مرة ثانية فلايت، ارجع اليوم. شو اليوم؟ الاثنين يوم هذا طار يعني. لحظة خلنا نشوف منو اخذت الميديا، منو من هاي الميديم. ارم احشره هني، لا ارم. ثلاثة اربعة خميس، اوكي طيارتين هني، طيارتين يوم اللي عقبه. وهل الموضوع هذا موضوع شوي غثيث، لكن الترتيب هذا ان شاء الله يوم الجمعة ما يكون برا على الكونتراكت. اتمنى ما يكون برا على الكونتراكت، لان انا جالس اخمن الحين تراني. ها بس اللي اعرفه اربعة ايام قدام مطاري زحمة بيكون. بعد في ميديم، هذا الميديم النص. اوكي نرجع اليوم الثلاثاء، في عندي مكان ما بنزل شيء هني. هي هني عندي مكان صغار، بما ان عندي كونتراكت معاكم ساعة كم بتنزل انت؟ ثلاثة وربع، مو بثلاثة وربع، مو بنزله ثلاثة وخمس كونفيرم. انا حطيت كل هالطيارات الميديم عشر دقايق بخلي بينهم، خلنا ارس وبروحي. مش متأكد اذا بيكفي. لحظة هذا وكم بينزل؟ واربعين. اوكي ركزوا وياي، اربع طيارات وبروح. مش متأكد اذا مطاري يكفي صراحة، انا مش متأكد ابدا ان مطاري يكفي، فهاي بروحها بحد ذاته مصيبة. بس اتمنى ان شاء الله يكفي، ما نتوهق. زين ادعو بس ما نتوهق. كم؟ 22 و 5 بنزل عقب 10 دقائق، بنزل عقب نص ساعة قبل لا هاي تروح، عشان ما يسوي زحمة. ترى في اقلاع بعد، ما نحسب بس على هذا. هذا بعدك انزل، خلكم مريحين شوي. هذا المطار، هذا المدرج خله يشتغل. 50 وعندنا هذا، ايوه 18. عقب 10 دقائق انزل، ما عندنا وايد الحين ما في زحمة، بس في البداية بتينا زحمة وايد، بتينا زحمة يعني. اتمنى يكون 2 تكن ديسك يكفي، خاف احتاج بوردنج ثاني. الطيارة عودة، ليش الارضية خايسة؟ لحظة هني فلور، سوينا هذا صحيح؟ هل تذكرون ولا ما تذكرون؟ هي هذا هو، توقعت انكم ما تذكرون. اذا انا بروحي ما اتذكر، بس خلنا احس انه مطار شوي، لان شكله مش سياحي ابدا الصراحة. يبالي اطول المدرج من كل صوب، بطول الحين دقايق. جيت سيتنج، جيت هني وجيت سيتنج هني. طيارة عودة الصراحة، ما ادري عندي احساس اني بحتاج سيتنج، ما اعرف ليش عندي احساس اني بحتاج سيتنج. بس هني بتستوي زحمة، الحين بتستوي زحمة من الخاطر، بنسوي الزحمة مش طبيعية الصراحة. شيخ خلنا نتري الطيارات التي. خلنا نشوف الحين، الحين بيبين شنط بعيد مكانها. لحظة بطرب، بس بطرب سيرفس تراك، ما اعرف بس بطرب. انا طلبت هاي، اظني طلبت صح، بطرب وحدة يلا توصل، خلها توصل. نحن الحين في مش في الماينس، في اللي بعده. هل انت بجدول رحلاتنا اليوم؟ ما في شيء لين يسكر المطار باكر. انزين ده ما عندي شيء، خلنا سي فاونديشن هنا نعبي البقعة.
لأن هالمكان أنا بحتاجه الصراحة. المنطقة كامل بتكون لها احتياجات. ايش الهايل؟ ايش كثر ناس نازلين من هني؟ لا اوكي، مو وصل الطيارة. كم ترك عندي من هذا؟ ليش ما يعطيني هني معلومات؟ لو يعطيني هني معلومات كم ترك عندي برتاح نفسيا والله. فيول جت ايه، فيول جت ايه، فيول جت ايه. وين ال فيول؟ هذا هو عندي، كلهم في حالة ممتازة. مدرجاتي خلني اطول هذا شوي. ابجريدز اكستند ايست اكستند ويست بلد بلب لايتس. يلا طولنا المطار حقهم شوي اساس ما يقولون مساحة صغيرة المطار، يمكن طيار العودة مترم تهبط. اوكي هذا اللي تات صح حق المدرج، شوفوا طالع برا الخريطة بعد. خلنا نطول شوي اليوم نشوف وضع الدكاكين. كلوزد، اذا ما يبون مبيعاتي بندونه. زين عيل، بخلي الضغط كله على محل واحد. اوكي اللي هو مثلا هذا، مش مو في شروط هذا مثلا كويك ستوب. بوقع عقد مع واحد بس، ما بوقع عقد مع احد ثاني. بشوف هل هو بروحه يقدر يجيب مبيعات على زحمة المطار، لان شكل لازم اني مبيعات معينة، يعني لازم تكون في زحمة في المطار. مشكلة ما احس عندي زحمة في المطار. زين اول طيارة اليوم متى بتوصل؟ بعد ساعة بين اول طيارة. بنشوف هل نحن مستعدين ولا مش. والله احس ان مش مستعدين الصراحة، احس ابدا 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 ما في استعداد. اسوي تعديلات بسيطة هني، سوري. في ناس تسوي المطار غير. انا بالنسبة لي مطار غير كيف يعني، مقسم بجدران كمحلات، مش محلات مفتوحة نفس ما انا سويت. انا انسان احس لا، المطار لازم يكون محلاته مفتوحة للعالم، يعني مش بالطريقة هاي. لازم يبالهم حمام، لازم حمام قريب، ما بايت تشكون. هذا احسه بعيد. عندي عمال بس. يلا طيارة العودة الحين جاية. يوه نزلت على 3 سيدات، ما قالت تبى 4 سيدات. خلنا نشوف ايش كثر ناس بتنزل. يلا نشوف سياراتنا كم يبالها لين توصل. خلصوا انسبكشن. معباية بترول، ايوه حلو حلو، وايد اوكي وايد اوكي الصراحة وايد اوكي. والكراسي هني تكفيهم، بس تعرف شو يبالهم؟ ما بيوصفون المكان عندهم. نحط لهم زبايل، ونحط لهم نبتات عندهم. يلا ها دخلونا في الارباح ولا في الخسائر؟ خلصنا كل شيء. شنط، يا عيني يا عيني يا عيني يا عين. مية مية جت الطيارة اللي عقبها على طول. يو شو السالفة؟
لا تطلع لي علامات دخيل والدك، خلي ينزلون الناس يدخلون الناس غير. شوف بعد مرة، خلينا نشوف اليوم بندخل في الأخضر ولا بنتم في الخسائر. قعدني في الخسائر أنا أشوف الصراحة، بس زين سيرفس رود شغال عدل، بس أحس مكانه بعيد، محتاج أسوي واحد جديد. العمال هاي كلهم هني، ما نبغى كل هذا عمال نعن. مش أبريكانس كونتراكتس، سوري أوبريشن، وين صار الأوبريشن كونستراكشن؟ هذا بنسوي، بنستغني عن 30 نفر، بنينا خلاص ما نبغاهم، خلهم يروحون الشركة. زين دشينا في الأخضر، والله دشينا في الأخضر حلو، بعدنا قاعدين نربح اللي هو شيء جميل. شوف الدكان شو وضعه، الناس تروح الدكان، ما حد يروح الدكان. هذا شو مكانه، خايس ولا شو سالفته؟ ولا ابنده واخلي بس الضغط على هذا؟ في حد يشتري منه؟ اشوف الناس انا تشتري، يعني مش انه ها مصيبة اذا سكر بعد. محتاج في 6 ايام وهو يسوي مبيعات، اذا ما سوى مبيعات في 6 ايام مشكلة. خلنا نشوف اذا نقدر نطور. شو الطيارات اللي عندنا؟ شوف المطار فيه زحمة، شو نقدر نطور؟ ما شاء الله على المطار، كفو والله. ريكروتمنت شو نقدر نطور؟ ما نبغى هذا، ما نبغى هذا. انلوكت انلوكت انلوكت، ما نبغى هاي للحين، هاي ما نبغاها. الحين نبغى الايتمات اللي داخل المطار الحين تبدا تستوي. شو بالنسبه لهم؟ نحن اعطينا حق شو العقد سؤال كوكوستوم جيمنج لاند ودي لاكتب برودكشن ذا برودكشن بروسيس وركس ون ون. بس ها مو يبيع شي، بنت كونتراكت ات كومبليتد، ما قاعد يبيع هني. الناس اللي عندي المشكلة مو قاعد تصرف فلوس الحين، هذا موضوع ثاني ليش ما قاعد تصرف فلوس وشو السالفة وغيره، بعدين بشوف. بس انا هني باخذ مساحة من هذا، اوكي نقول هذه في هذه المساحة، وبنسوي باب صغير. سمول دور، حط الله يعزكم حمامات. وين المرحاض؟ تويلت، صح سوري areas bathroom. المكان استوى bathroom في مكان آمن، نحط toilets. ونحط لهم مغاسل، بس هاي مغاسل. ونحط لهم زبالة لا توسخوا المكان بما معناه. والباب مالي طبعا رايح في عينه. لحظة اوكي الحين حطوا الباب، شوف الباب الحين محبوسين. شكلهم محبوسين. المشكلة مش هنا، المشكلة الحين لازم احصل طريقة فيها ان ازيد مبيعات المحلات، لان هذا ما بيسوي شيء هنا. اوكي خلنا العامل هذا محبوس، سكر المحل روح قال ما ابغى.
قال مبا روح. زين هذا مغطي الجماعة كلهم، ما مقصر الصراحة. بس رجع في رحلاتنا نحن الأربعاء، الخميس الجمعة عندنا رحلات بعد. أكسبت، خلنا ندخل جنرال أفيشن 90-80 انا مش عاجبني الوضع الصراحة، تبون صدق انا مش عاجبني الوضع، لان ما في زحمة في المطار، ما في اي زحمة في المطار، وهذا شيء مش اوكي، لازم يكون شيء. وصل 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 وصل، خلاص اسوي كلير حق هاي اللحظة. بونس بونس بونس، اوكي الحين الناس قامت تقعد، خلنا نشوفها. انا مش مرتاح لشيء، انا مش عايبين ان هايل يتمشون كانهم يعني صراحة ابدا مش اوكي، منظرهم مش سياحي ترى. خلنا نسوي غرفة، انا بخبركم لانه ما عندهم غرفة هم صح. هايل يبنون، انزين سوي لهم غرفة ستاف روم، هاي ستاف روم صح، هاي ستاف روم، وندق على الروم هذا كلير اول تايبس كونتراكتر. اوكي خليه يدخلوا هني كونتراكترز، وعندنا غرفة الموظفين العامة هني بشيل منها الكونتراكترز، ممنوع يدخلون غرفة موظفين المطار، خلي هاي بس حق موظفين المطار. اوكي والايتمز اللي يبونها شو يبونهم هني، صوفات حلو. اوكي حلو انه بروح طارت صوفا صوفتين ثلاثة، ويبون ورود ويبون تراش كان حلو، خلهم يقعدوا هني بدل 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 بدل. زين ونبى ناس هني، بسوي هنا غرف كل الموظفين، بسوي هني مدخل بس لورا، ابى الموظفين يكونون شو. سؤال هذا ليش قاعد هني رامبيجنت، سؤال 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 يطرح نفسه، سؤال انا قايل ممنوع وقاعد، والله قاعد يعني ما همتنا الدنيا، ولا كنا في قانون، ولا كنا في مدير المطار، ولا كنا في شيء. روح نظف الحمام حبيبي جانيتر، روح نظف حمام، يبالدك صح، يبالدك ويبالدك يبالدك. خلنا نحط باب هني زين، و لان اظن يمكن يكونوا عالقين سبة الباب، حطي دار هني في نص المطار، مطار تقريبا نفس الحجم، مش بالضبط يعني تقريبا. زين وين الايتمات مالي هني، بسوي شكل المنطقة كامل مكان مكاتب، مكاتب ناس معينة بس، يعني مش انه ستاف روم. زين كلير اول تايبس، لا خلوها اكيد بيها حد الحين، والجانيترز بس اللي يقعدون فيها اوكي، اللي هم اللي ينظفون ايتمز. صوفة وين الصوفة، وين غنفة يا غنفة تعي، واحد اثنين بالضبط نفس الحجم، طلعت حلو على حظي، امسونا بالحظ. ايوه لا لا تستغربون زبايل، وتعالوا هذه غرفة جانيترز، خلاص اذا يبون يقعدون نظفوا المطار يا يوسخين، نظفوا المطار ما احس اني قاعد اخلي فايدة اصلا حاليا، والمحل اللي كنت فاتحنا ما قاعد يكسب، ما قاعد يكسب، الناس ما قاعد تشتري من عنده، معناه ياس يطلع فايدة
ستاف ان روت. خلني بلحظة ايربورت ستاف خلنا اشوف اليوم مباشر بزي، بس ابي عقود بعد شوي حكم بس ما عليه. بس الحين اللي انا محتاج انه ستاف ايربورت ستاف، محتاج اربع خمسة شكل غيره، بوظف اربعة كلهم اقول. مع ان انا اشوف ترى الناس قاعدة، جانيترز قاعدين، ستاف قاعدين، اشوف عندي وايد موظفين بس ما يشتغلون. ها شو مشكلتك في الحياة انت؟ ترية I can't find anything to do. Airport staff كل هالوظائف وما عندكم شي تسوونه. ما في كيو هني؟ لا عندي كل هالمنظفين هناك، بدل ما ينظفون الكسالة يعني. هايل عندهم غرفة خاصة فيهم ترى، يعني هايل. واحسب لكم اياها، ها مفروض هم ما يقعدون فيها، هم مفروض لهم غرفة هاي هني كونتراكتر. ومش عاجبني ابدا انهم قاعدين هني مش قاعدين يطلعون. غرفة الموظفين نسويها خشب احسب ميزها من بعيد. لحظة يا الله استراكتر خشب هذا الفاتح، خلي من بعيد تشوفها. هاي هاي غرفة موظفين الأسود، هذا لازم نغيره الحين. لازم نحصل حل للمزاحم هذا، لأن أنا أحس إني قاعد أخسر وايد على موظفين، والموظفين ما لهم مردود فعلي. فشو بسوي؟ بما أن ما في زحمة وعندي وايد موظفين ويقول لي ما عندنا شيء نسوي، بنزيدهم مطار. موضوع بسيط، بنزيد مطار ثاني واللي فيها في لا تطير. لا أنا قلت لها لا تتري روح. أظني راحت الشنط، اظني يمكن ما اعرف. اطلب شنطة سيارة شنط غيره، ما عندي مشكلة في سيارة شنط. اظني يمكن ما عندي مشكلة، بس قاعد انا شوين سير هني بيكون هني ريكروتمنت. طلب شحنة غير، يلا ما عليه خسر فلوس. ونسوي شيء غير خسر فلوس احنا في اللعبة اصلا. لحظة انا اظني غلطت. ايه هني لازم يكون ستراكشر لارج جيت، واصلا متوصل في هذا من غير ما اكلمه يعني. لحظة وين صار اذا حطيته بالطريقة هاي كيف يوصل؟ ما بيوصل صح؟ فلازم شوي اطلع برا على الحدود، اظني لازم اطلع برا على الحدود شوي. وين الفاونديشن؟ هذا الفاونديشن، هذا الإدار يجب ان يمسح. وايتمز وين البوردنج؟ يا بوردنج، لان انا عندي وايد خدمات في المطار ما قاعد استفيد منها. فليش قاعد اسوي هالشي هذا؟ مش رنوي تاكسي يا حبيب الشعب. كونكريت زين. ولا تصريح والله اروم احطه هنا الحين. شوفوا طيارة طيارتين ثلاثة اربعة يمكن احطه، يمكن اكثر ما اعرف، بس كلنا على مطار واحد. يوم متكسر كلنا على مطار واحد، احس وايد لما يبالي مدرج ثاني. صح تبون نسوي مدرج ثاني؟ بشوف الحلقة اللي بعدها بنسوي المدرج الثاني، مش هالحلقة هاي. هالحلقة شكلها بتكون حصريا حق بوش باك بوينت هني. اكسبت نيد ان اتاش بورنج ديسك. سوري يا جماعة، كونكت تو ستاند، كونكت تو ستاند. تعال هني اوكي، اوبن ستاند. لحظة خلنا نرد عدل الشاشة. كوميرشال كونكت باجاجينج. في شي ثاني بوصله فيه؟ سكيورتي ستاند زنات كونكت. اوكي هاي شي بسيط.
لان عندي وايد عقود فيها الحين الميديم، فاذا تمينا انا بصير اشوف وضع الدكان الحين. وضع الدكان مش ماشي، لازم ادور حل جذري الصراحة، ولا الوضع ما يمشي. لا هذا غير، كيف ما تقولوا لي غلط؟ كان هذا كان صح، هي كان هذا. خلنا نشوف، يبغالهم كراسي items كيت سيتنج، لان انا مسوي وايد خدمات. فالحين انا وين حاط البوردنج؟ جاي بالعيد نسوي بالطريقة هاي. لو اني اروم اغير المكان، كنت غيرت الصراحة. انا مش عايب اني مكان هذا شلة حطه هنا، نغير مكان الستاند. الحين بسير باخذ كم كونتراكت غير، لان ما في عندنا زحمة في المطار، وكل شوي عندنا محل يسكر. اشوف خدمة الشنط كيف وضعها. انزين الحين سوينا طيارات متوسطة، الحين بنسوي عقود وبنخلص حلقة اليوم، وبشوف شو الموضوع. 15 ميديوم فلايتس كلاس، اوكي ساين بناخذه. 5 لايت، 4 ميديوم مابا، 10 ميديوم مابا، مكتوب ميديوم برا لكن ميديوم مابا، ميديوم مابا، ميديوم مابا، سمول اي 3 لايتس. اوكي، وميديوم بعد سمول مابا. اوكي زين، اكثر طيارات انا قامت تستوي الميديوم. 6 لايت سلايدز، اوكي خلصت هاي. ترى راحت الطيارة، طارت الطيارة. خلينا نشوف الطيارة وصلت اليوم. شو اليوم؟ الخميس. كان عندهم لايت بعد صح؟ اشوف عقب عندنا لايت سمول، بنحطيه هنا اليوم. خليه ينزلون، عندنا مكان. الجمعة، لحظة، الخميس أظن يستوي مكان ميديوم بعد، ما يستوي؟ لا يبغاله وقت قبل بوقت، ما يصير في كلام فاضي الحين. خليه ينزلون بعد شوية. ونص، اوكي الله، اظني بتستوي ازمة عندي في المطار، والله خير العالمين. بس اتصور راح اسوي زحمة من الخاطر بسوي، لكن اوكي في وناسة في الموضوع. شوفهم كيف يبهتلون بعض. اشو ميديم بعد؟ لا سمول. يبا تشيكن ديسكس، ما عندنا تشيكن ديسك. ايوه 2 ميديوم يسكر التشيكن ديسك مالي، يخرب بيته. يبالي تشيكن ديسك زيادة صراحة، بسوي تشيكن ديسك زيادة، لان اشوف الحينه خلاص. ما انا احس ان الخبصة هاي ما بتمركي، وقاعد اخبص الدنيا انا. المشكلة ان عندي وقت، فما اعرف ليش مستعجل. بس مو مشكلة عادي، اظني ما بيضر شوي، لان اصلا طائرات الميديم خلنا نوزعها شوي زيادة. بس لا هاي خلص، اساس لو حصلت كونتراكت ثاني احسن، لان الحين كله قاعد اسيب ميديم انا. فالميديم والله زحمة على الميديم، 2 تشيكن ديسك على كل ميديم، فانا محتاج وايد تشيكن ديسكس. وما ظني اروم اخذ طيارات اكثر من اسبوع، لان ما عندي شيء. خلني في
كرشة ما نزل. عندي طيارات ثانية موسم ما نزلتها، لا كل الطيارات نزلتها، كل الطيارات نزلتها. وهذا بالنسبة لحلقة اليوم، وبنشوف ان شاء الله بعدين الحلقة الجاية كيف تمشي الامور ان شاء الله. واذا عاجبكم الجيم طبعا دقوا لايك تحت على الفيديو، دقوا الثامب اب، سووا شير للفيديو، خلنا نمشي السلسلة هاي ونشوف شو موضوع الدكاكين ونوقع عقود مع الناس. وحياكم الله الى حلقات جديدة.